السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة الحياة في بريطانيا. عدت لكم في فيديو جديد من منطقة ليفربول ستريت، وسوف أصور لكم سوق ليفربول ستريت ماركت. تابعوني الآن. تاريخ هذا الفيديو 5/9/2021، وهذا الفيديو الثالث أصوره اليوم. تابعونا. سوف أبدي في أحد بوابات هذا السوق وأصور لكم مرافق هذا السوق. هنا يباع الأطعمة كذلك، كافتريات الأطعمة. في مكان مزعم هنا، سوف أغير طريقي أتجه باتجاه آخر. هنا تباع مختلف أنواع الأطعمة. مختلف الأطباق. كذلك هناك ديكورات في تصميم المحلات. هذا السوق مسقف كبير حجم. هنا تباع الألبسة، الملابس. تلاحظون تصميم هذه السيارة على شكل محل يباع به مواد غذائية. هنا مطاعم.
good. Looks good. هذه كيكسوات مختلف أنواع الملابس والإكسسوارات. طبعا تصميم هذا سوق حديث، انظروا الملابس. هذه واجهات المحلات شوب. هذه ملابس الأطفال. هذه إكسسوارات. Very much.
شغلنا هذا نال لوحات بينتينج لوحات الرسم يسموه بينتينج تلاحظون لابس الكفوف مختلف انواع الكفوف مختلف الالوان اشوفكم المرفق الاخر من هذا السوق سوق متنوع طبعا الجو اليوم جميل ومشمس لاحظنا هذا الصيف كان اكثر ترائم ومنطر ونحن الان في الشهر التاسع انظروا الساعات الخشبية هذه الساعات خشبية تحتاج مصنوعة من مادة الخشب هذه الملابس طبعا أنا الآن أصوركم جميع مرافق السوق لكي تشاهدوه بالكامل هذا جميع مرافق السوق هذا يبيع الماب الخرائط كل انواع الخرائط مدينة لندن هذا يبيع الشالات هنا أطعمة وصلنا للنقطة اللي جئنا مرينا بها قبل دقائق هنا يبيعون أنواع الأطعمة هنا الحقائب الجلدية هذه نقطة البداية أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وانتظروني في فيديو جديد أعزائي المشاهدين قناة الحياة في بريطانيا إلى ملتقى بفيديو جديد مع السلامة أصدقائي وأحبائي